في مشهد يعبر عن مدى ترابط الشعب الكويتي وقوة تماسك أواصره، التقطت عدسات الكاميرا الخاصة بتلفزيون الكوت في أروقة أحد المستشفيات حيث يعالج مصاب تفجير مسجد الإمام الصادق لقطات تنطق بلسان حالها لتقول: الكويت تجمعنا. أبدا، الحمد لله، حنا جربنا من قبل الغزو وقبل الغزو، والحمد لله إيد واحدة، والحمد لله شعب واحد، سنة وشيعة، والحمد لله شعب واحد. ما شفنا ولا عرفنا مثل اللي حصل هذا اليوم، ولا حتى في الحلم بيني وبينك، يعني شيء ما حد يتخيله. احنا شعب واحد، ولا حد يقدر يفرقنا، لا الحين ولا باكر ولا مستقبلا. احنا تحت ظل القيادة السياسية، الحمد لله الأسرة أسرة الخير، ما عودونا إلا شنو؟ التلاحم والترابط وتزاور بيننا احنا كلنا، دواوينا تجمعنا، مسايدنا، حسينياتنا، كلنا الحمد لله. مصالح اللي يقولون عنه سني، وانا شيء راعي حسينيه، حسينيه لوحه، وانا عبد الامير القطان، هو قاعد هنا الحسينيه وين الديوانيه والديوانيه، والله ان من يوم اللي على اليوم هذا هو قاعد هنا، هو قاعد مع الوالد اكثر منا احنا. اروح وي استانس يا صايم ولا فطر بي عقب الفطور، الحمد لله اول يوم يتفطر هنا. اي بنفسي حسن. ما حد يامرني، بنفسي بقناعتي، قناعتي ومحبتي. هذه حقا هي الكويت التي لا تعرف فرقا بين مذهب أو طائفة، وهؤلاء هم أبناؤها الذين تجدهم عند شدائد محافظين على ترابطهم ووحدة صفهم.